الشأن الصيني وإنتخابات تايوان الأخيرة وفوز فوز شخصية غير مرحب بها من الصين وروسيا على حد سواء وهنالك قلائل فيما يخص فوز هذا الحزب الذي ينادي بالاستقلال التام عن 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 عن, عن, عن الصين اسمه ويليام لاي في هو رئيس الانتخابات الاخيره فاز بالانتخابات الاخيره هل هذا سيؤثر على الوضع بين الصين وتايوان خاصه ان الصين كانت لديها مساعي ان توحد كل من تايوان والصين بطريقه سلميه ولكن بفوز هذا الحزب المعادي للصين والذي ينادي بالاستقلال التام عن الصين هل ست... هل ستذهب المنطقه الى حرب شامله او الى تصاعد في وجهات النظر او في المواقف الدوليه بينهم هو رو... خلينا نكون واضحين تايوان لا تعتبر روحها جزيره منفصله بل هي تعتبر روحها دوله الصين هي هم الصين الوطنيه والصين الشعبيه هم يعتبروا روحهم هم الحكومه الشرعيه لعموم الصين لكل الصين لكن ثم فكره يقول فك علينا من حكم الصين كلها ونعملوا استقلال لجزيرة تايوان لأن هما الاسم الرسمي متاعهم جمهورية الصين الوطنية ويعتبروا روحهم آه معناها هما الدولة الحقيقية متاع الصين وكانوا كذلك كانوا في الأمم المتحدة معترف بهم اللي هم يمثلوا جمهورية الصين كل إلى أن أمريكا والصين تصالحوا الصين الشعبية وصارت وصار معناها الصين الشعبية هي الممثلة لدولة الصين هذايا تقريبا اللي اللي ماشي في تلك المنطقة روسيا ما يماشي برشا في الصين روسيا عندها عينيها على غربها على غربها على الحدود مع الاتحاد الاوروبي والحدود مع الناتو وفي بلاد القوقاز لوتا مع جورجيا وارمينيا واذربيجان وهذيك المناطق وابخازيا وفي وفي الغرب مع اوكرانيا ومع دول البلطيق ولوتا في الجنوب عندها مع رومانيا ومع بلغاريا ومع مولدوفا هذا تقريب وين مشكله روسيا بالتالي هي في مشكله تايوان هي مجرد دعم هي تقوم بدعم للصين لأن الصين تدعمها يدعم بعض فهذا التحالف الصيني الروسي هذا اللي الموجود فيه لكن من المتفق عليه ما بين تايوان وما بين أمريكا لأن تايوان ما تنجم تعمل حد شيء ما غير أمريكا ما بين تايوان وما بين أمريكا ما فيش تغيير للوضع أنك تتصرفوا تايوان عندها من أحسن الجوازات في العالم من كبرى الاقتصاديات في العالم دولة متقدمة جدا لكن ما تعلنوش الانفصال خليكم في كما, كما أنتم. وبالتالي ما ما نتصورش باش يكون ثم مشكلة كبيرة لأنه مشكلة الصين ليست مع تايوان كتايوان وإنما هي مع أمريكا. والصين لن تدخل في أي حرب مسلحة قبل 2049. يعني الصين الصينيين عقلاء عندهم الآن يحبوا يستكملوا أدوات القوة كلها. عندهم مستهدفات في التنميه البشريه والتنميه والبنيه التحتيه والتقدم العلمي عندهم كل شيء ارقام مستهدفات وين يحبوا يوصلوا في كل حاجه وحاطين اجل لانفسهم 2049 اللي هي الذكرى المئويه الاولى مرور قرن على قيام دولتهم اللي هي دوله الصين الشعبيه هذايا هم اللي اللي ماشيين فيه بمعنى 2049 نحن في 24 الصين مازال قدامها 25 سنه قبل لا تدخل في اي صراع مسلح مع اي كان يحبوش يدخلوا صراع مسلح مع حتى مع حتى واحد مش كيما روسيا انا هما بالنسبه لهم مازالوا مش مستعدين هما عندهم تقريبا 200 راس نووي روسيا عندها 6000 راس نووي ويقول انا ما ندخلش حرب وانا مانيش جاهز وبالتالي هم يسرعوا انهم يجهزوا في كل شيء في كل قاعدين خطواتهم آه كبيره بالتالي الجبهه ما بين الصين وما بين امريكا اللي هي حاول عنوانها تايوان لكن هي ما بين امريكا ومن معها ومع الصين هذه أنا لا أراها ولا أتوقع لها أن تكون ساخنة في القريب. يعني قبل 25 سنة إلا إذا صارت أحداث كبرى ما نعرفوش، ما نعرفوش شنو ربي يخفينا في الوجود، لكن قبل 25 سنة مش باش يكون ثم صراع أمريكي الصيني، مش لأن الأمريكان ما يحبوش، وإنما لأنهم الصين يجتنبون ذلك، لأن الصين قاعدين ينمو ثم النمو في الطاقة متاعهم ما يحبوش يقصوا عليها.